حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. كنت وما زلت أقول أنه هذه الفقرة من أكثر الفقرات تنوعا معنا في هلا بالعرفج، لأن ضيوفها ينتمون إلى مجالات متعددة جدا. اليوم الشاعر عبد الله عبيان ماشى مع الدكتور العرفج، خلونا نشوف إيش قاله. المشي يا جماعة خير وبركة، شوفوا من يمشي معي حبيبنا أبو صالح الشاعر المبدع. قل لي علاقتك في المشي، واضح من جسمك رشاقة. أولا أنا يمكن أفصح لك في سر أبو سفيان، أني أنا لاعب قديم في نادي الأخت أو في الفئات السنية في نادي الأخت. جميل. وهذا دليل أني كنت رياضي يعني، بس للأسف الفترة الأخيرة يعني لك علي. نعم. والمشي معك ممتع، ليش؟ لأنه رياضة بدنية ورياضة ذهنية في نفس الوقت. يا سلام. يعني الواحد يستمتع بالمشي معك أبو سفيان كرياضة، وأيضا في السوالف معك كرياضة ذهنية، وهذا الشيء الجميل. حبيبي يقال أنه أكثر قصائد أبو صالح ولدت أثناء المشي، هل هذا صحيح؟ شوف أجواء القصائد عندي مختلفة. لا والله ما عمري كتبت قصيدة وأنا أمشي. طيب من شتات عكاظ؟ من شتات عكاظ يصنعها المبدعون اللي في عكاظ. لو أنت ما طيب إيش قرارات اتخذتها؟ أشياء تقول يا أحمد أنا وتولدت أثناء المشي. هل شريت بيت أنتم صالح؟ قررت تنقلون لا شيء؟ لا بشرك الحمد لله عندي بيت وسويت بيت، بس سويت بيت وأنا جالس ماني ما أمشي. طيب نبغى الحين نقول للناس أنه مشي المشي كتاب. المشي تولد الفكرة. أحسنت. إذن ولكن الكتابة لازم لها أجواء مختلفة غير المشي، لكن أكثر الأفكار تولد أثناء المشي. يا سلام جميل. طيب تذكر لي كذا بيتين من أبيات الشعر اللي تفتخر فيها وتحس أنه يعني لو لم يكتب أبو صالح إلا هالبيتين لكفى. يقول اللي يمن بجميله بعد ما يعطي أي. مثل المطر في البحر ما يترك أذوبه. يا سلام. والكلمة الصادقة لو تجرح المخطي أحسن من الكذبة اللي تستر عيوب. يا سلام. طيب متى نبشر الناس بصدور ديوانك؟ والله الديوان هذا الشيء اللي أقول دائما قريبا قريبا، ويبدو أنه بيكون بعيدا، لكن إن شاء الله أننا نرجع ونقول قريبا بإذن الله. طيب مبتدئ في الإعلام، إيش الثلاث الأمور الجوهرية اللي لو تمسك فيها لوصل إلى ما وصل إليه أبو صالح كنائب رئيس تحرير جريدة عكاظ؟ والله شوف الإعلام أنا دخلت مصادفة، وأنا دخلت من بوابة الشعر للأمانة. نعم. لذلك أنا أشوف أنه الأشياء المتوفرة للجيل الجديد تعطيهم القدرة أنهم يصنعون أنفسهم كأسماء كبيرة في وقت قياسي جدا. يعني الآن كل واحد عنده وسيلة إعلام في يده. نعم. وقادر أنه يصنع اسم كبير من خلاله. فأتوقع أنه الموهوب والإعلام الجيد راح يصنع اسم كبير في وقت قياسي. طيب في ثلاث كلمات ماذا تصف نجران؟ نجران الحب والتاريخ العراقة. يا سلام الله يسعدك. الله سعيد يا ابو صالح دائما مبدع. الله يسعدك. صدق انه بس فقره المشي قصير ولا ودي اطول معك. الله يحفظك حبيبي. الف شكر يا صاحبي. الف شكر. الله يسعدك. شكرا للشاعر الاستاذ عبد الله عبيان، والتعليق عندك دكتور. وانا اكرر الشكر. شوف ابو صالح الحقيقه رجل، نجيت شاعر شاعر، نجيت صاحب مروءه، نجيت رجوله. الناس اللي ما يعرفون عن ابو صالح انه شاعر، ترى اوبريت موكب الغيم اللي كتب في افتتاح برج المملكه هو الذي كتبه، ايضا العام الماضي اللي فاز في جائزه الحوار الصحفي في منتدى الاعلام السعودي هو عبد الله. عبد الله ما شاء الله دخل من الإعلام من بوابة الشعر. عبد الله فاز بجائزة الشيخ محمد بن راشد اللغز السابع في الشعر، فأنا أحييه. وأيضا كلامه اللي قاله عن الإعلام، شوف والله لو ينتبهوا للشباب الآن، يقول إذا أنت موهوب تنجح بسرعة وتصنع لك اسم بسرعة. أنا قعدت 20 سنة عشان أصنع اسم في الصحافة الورقية، الآن أنت إذا عندك الجوال وتعرف ودواتك وموهوب والله في يوم وليلة تصبح ناجح.